صباح الورد والكل والياسمين وكل ريحة ورد بنشمها، شم النسيم وعيد الربيع، وأيامنا كلها إن شاء الله تكون مليانة روايح وورود حلوة كده. كل سنة وانتم طيبين. في يوم شم النسيم هنتجمع كلنا في استباحة مع أغلى ضيوف عندنا، ما يعني ضيف أساسي، مش ضيف، هو صاحب استباحة كمان معنا، بنحبه جدا ومنورنا النهاردة وهنرحب بيه. أول حاجة شم النسيم، صباح الخير شفاك. صباح الفل، كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيب. وصحابي الغاليين على قلبي دايما، كل سنة وانتم طيبين. صباح الخير نرمين. صباح الكريم. صباح الخير. صباح الورد بقى النهارده. صباح الورد منور. وجودكم. الله ينور. صباح الفل، وكل سنة والمشاهدين جميعا طيبين. وانت كمان. عيد سعيد على الجميع ان شاء الله. وانت كمان. يا رب ان شاء الله. شكرا شكرا. النهارده في استباحتنا عاملين لكم هدية بنقدمها لكل مشاهدي ومتابعي استباحة. اللي عملناها كإعداد مع فريق استباحة كلنا، إن إحنا هنختار أحلى طبق هيتعمل في شم النسيم، هتبعتوا لنا وصفاتكم، وإحنا كفريق هنقول مين الطبق اللي فايز، وهيكون ضيفنا إن شاء الله في استباحة، وكمان هنديله هدية استباحة، الباسكت بتاعتنا بتاعت شم النسيم. أتمنى نفس الطقم، وشريف وجدي هيتصور معاه لما يجي لنا الحلقه عشان يبقى لابس نفس اللون معاه. ودايما تابعونا وكل سنه وانتم طيبين، ووصفاتكم احلى واحلى مع استباحه. هنبدا اول وصفه في احتفالنا بشم النسيم مع الشيف وجدي. صباح الخير. صباح الفل. اتفضل. كل سنه وانت طيب. وانت طيب، ربنا يخليك. احنا النهارده هنعمل سمك جرفلكس، او بمعنى اصح زي المخلل كده، بس انا ضفت عليه شويه حاجات كده، اهوت الحاجات اللي حاجه شرقي من عندنا على حاجه غربي. تنويع. نجيب بايركس. اوكي، اول حاجه. ونجيب بعد اذنك الخلاط. ايه الخلاط؟ شوف وجدي، في سؤال عندي. اتفضل. معلش قبل ما حضرتك كده بتشتغل، يعني دلوقتي انا يعني بنشوف شيفات كتير وقليل، وبنشوف نفس اليونيفورم مع اختلاف بعض التاتشات من كذا شاف، يحط بادج هنا يحط بادج هناك، بس انت الوحيد اللي يعني انت بتفصل حاجتك بنفسك؟ يعني اصل انت عندك جينز وعندك احمر ولبني وحاجات دي كده كلها كده، ولا حسن ده كومبليمون؟ لا عايزين نعرف. اصل انا بفصلها على اساس ان احنا عندنا في الاوتيل عامل منيو 14 يوم، فكل منيو عامل له يونيفورم، فعشان برضو وفي نفس الوقت ده حاجه جديده والايمج بتاع الاوتيل طبعا لازم. لا بس انت برزنس يعني. انت ذوق لا اختيار الالوان الجينز بتاعتك. في واحده جينز كده حلو. كل الناس بتسال عليها على فكره والله. لا التوب لا والتركواز ديت، وهنديك الكادو ما عشان كده بقول لك هتتصور مع اللي هيفوز بهدية الصباحة نفس اللون. احنا حطينا عصير الاورانج وعصير البرتقال الليمون، عصير ليمون، وحطينا سكر وقده، نحط ملح. اوكي، ده بقى ايه يا شيف وجدي؟ ده دريسنج ده ولا التمليل ده نفسه؟ ده التتبيله، التتبيله نفسه. اوكي هايل. تمام. والتتبيله ديت احنا لو عايزين نسرعها بنزود كميه السكر فيها بالظبط. احنا بنحط تلت والتلتين. يعني سي مثلا لو كيلو سمك يبقى احط التلتين، التلت ملح وسكر والتلت سكر. طيب لا، مش تلت ملح وتلت سكر، التلت يعني الاثنين مع بعض. الاثنين مثلا لو انا احط 200 جرام يبقى 100 و100. يعني عايز ازود الوقت بتاع التحليل، هحط مثلا 150 150، بدل ما هقعد 3 ايام هقعد يوم ونص او يومين كده. تمام. طيب احنا جايب سمك ايه بس الاول؟ ده سمك الشبياض. وعندنا سمك سلمون. اي نوع سمك فيليه انت حباه اوكي ممكن يتعمل. اوكي، نخلط ده بس كده، نقلبهم مع بعض. نقفلها كويس. لا نلفه كده احسن. ايوه يبقى لينا. تمام. طبعا احنا فيليه السمك غسلناها ونضفناها، وايه فاضل على التتبيله بتاعتها. اوكي طيب. يعني لازم يجي فريش وتنضفه وتعمله، ولا ممكن نجيب من اللي هو العادي يا شيخ؟ العادي اللي هو العادي يعني. ما هو المحل العادي، او ممكن اجيب انا سمك، فقلت ايه سمك فريش واخليه انا بنفسي لو انا بعرف. يعني ده او ده يمشي بالظبط. ادي
الفيلي بتاعنا هنضرب حته منه كده، ممكن البلانش بعد اذنك. اوكي شيف محسن، مظاهر شم النسيم عندك؟ والله انا عن نفسي بحب من صغري، يعني لما كنا مثلا صغيرين كنا بنطلع جناين بناخد معانا التبت اللي هو يعني السجاده الاسره بيكنيك بقى طالعين رحله بقى بس طبعا وكان بقى الملانه بقى والحاجات الحلوه دي بتاعت شم النسيم دي، انا كنت بموت قوي في الملانه دي. بتروحوا مكان معين كنتوا؟ كنا يعني، بس طبعا دلوقتي المكان ده خلاص ما بقاش موجود اساسا على الخريطه، لان انا من الناس من ساكني كوبري القبه، فكان عند في القصر الجمهوري كان عندنا حدائق وجناين غير صح. عاديه جميله مش قادر اقول لك قد ايه، يعني مجرد انك تتمشي فيها كنت بس تشمي رائح الفواكه كلها، وكانت فعلا في الباسكتات اللي بتحبتني فيها الحاجه وبتاع، وكانت الناس واخده ملتزمه جدا يا كريم جدا. تمام، كنا بنروح وبنقعد ونقضي اليوم. اوكي نرجع للشيف وجدي تاني، عملت ايه يا شيف وجدي؟ حطينا التتبيلة بتاعتنا اللي هو عصير البرتقال وعصير الليمون والملح والفلفل والملح والسكر ونحط برتقان البرتقان، وحطيت الفليه السلمون والفليه اللي هو القشر البياض. بالظبط، انا هزود جنزبيل. اكيد بيدي طعم حلو الجنزبيل يا شيف. طبعا كتير. طب انت كل اضافه ما فهمتوش يا شيف وجدي ولا انت عايز الجنزبيل صحيح؟ عايز الشكل كمان بيبقى حلو كمان. ممكن نحط فصوص ثوم، بس هي دي اضافه برضو من ضمن الاضافات اللي انا زودتها عشان انا عارف احنا المصريين بنحب التوابل كتير طبعا وضع طبيعي البهارات، بس في حاجه انا كنت يعني اتسالت فيها المدام مدامات في درس من دروس المطبخ هي متعوده على السبايسز كتير قوي يعني زي مثلا بتغسل الفراخ بكتير قوي سبايسز، السبايسز دي كلها بتغير الطعم بعد كده طبعا. فانا مش انا عايز التتبيله بتاعه الليمون والبرتقال، لو زودت حاجات تانية هتخف منها، الجنزبيل طعمه طاغي، الثوم طعمه طاغي، فهيدغي على الاثنين. لو انا مش عايز الحاجات دي كلها، حاجات خفيفه هتحسن في الطعم، زي مثلا عايز اعمل صوص مشروم مع الفراخ او مع اللحمه، لو هحط فيها التوابل دي كلها مش هتديني تيست المشروم اللي انا عايزه. طبعا عيديه، هتبقى مختفي طعم المشروم خالص. عيديه بالظبط. طيب احنا فاضل لنا ايه تاني يا شيف وجدي؟ نحط الثوم. هنحط الثوم وبعدين كده خلاص. ورق اللورو، ممكن ورق لور القرفة. الله، ده يبقى طعمه حلو قوي. ده هيتساب في التتبيله دي. اوبس يا عين، هيتساب في التتبيله دي يا شيف؟ قد ايه دي؟ المفروض بتاخد 3 ايام لاربع ايام ونحطه في الثلاجه، ويتحط في الثلاجه ونطلع وناكل ويتغلي. تمام وبعد كده اهوت بعد 3 ايام او اربع ايام هقول لك هنعمل فيه ايه حالا. حالا ماشي، احنا في هنا مسترده كمان حضرتك. سي بعد الثلاث والاربع ايام دول هتطلع بقى جاهزه للاكل يا شيف وجدي على طول تجهز؟ لا بنحط حاجه تانية. هيقول لك بقى نعمل بلاستيك ونحطها في الثلاجه. تمام، هي هنحطها في الثلاجه. اوكي، هنجيب بعد كده المستردة. دي خلاص مش عايزها. اوكي، مستردة، هنحط خل. خل على المستردة. على المستردة. على المستردة. وزيت. زيت عادي. اوبا. خل المستردة قوي. طعم قوي. نفاذ. وهتقلب مع بعض. ويتقلب مع بعض. اوكي. بعد الثلاث ايام او الاربع ايام هنطلع السمك، هنشيله من التتبيلة خالص بتاعته، وهنحطه في صينية، وهنحط عليه المستردة بالخل والزيت. مارينيدا يعني. تتبيله بقى اللي هو ايه اللي هناكل وبعدين يبقى جاهز. وبعدين ايه، ياكل ناكله على طول ولا نعمل حاجه تانية؟ صبرا احنا مستعجلين اصل عشان الفاصل حاضر على طول. هنطلع السمك كمثال، مثلا ممكن نجيب طبق. اوكي،
نعتبر دي حته السمك اللي عندنا اللي احنا طلعناها هندهنها. تمام تمام كده اهوت كويس. طبعا هتبقى متخلله اكيد. فاللحم هيبقى مستوي اكتر. وهنحط عليها الفلفل، فلفل اسود. انت بتربط بس بالمستردة بالظبط عشان اخلي يثبت عليه. يثبت عليه تمام. ونخليها يعني بتاع حوالي ساعتين لخمس ساعات او ممكن نص يوم هتشرب من طعم الفلفل وطعم المستردة. اوكي. ويتقطع ويتاكل، هيبقى بالشكل ده. ده ابيريتيفو بقى يا شيف. ده حلو قوي. بالظبط. ممكن يبقى بدل الفلفل ممكن شبت. حاجه ثانيه ممكن يبقى حاجه جميله. انا مجهز حاجات بقى. ممكن يبقى شبت، ممكن يبقى اعشاب مفرومه فريش، ممكن يبقى كزبره، ممكن يبقى زق اللي احنا عايزينه. ده كده خلاص. ده بقى ممكن ليمون جراس. يعني ليمون جراس وممكن كرفس، بتدي فليفر اللي انت عايزه النهائي حبب ليك. دي التتبيله اللي احنا عملناها دي تتبيله شائعه، احنا زودنا بس عليها الثوم والجنزبيل. لكن هي الباقي كله البيزك اساسا. التتبيله دي لو طلع بقى ده هجيب طبق التتبيله بتاعت الصينيه اللي هناك دي اللي فيها البرتقال دي، لو دخلت الفرن كده زي ما هي لوحد اي وصفه ثانيه. يعني دي انت عملتها على السلمون. الفلفل، عملت الفلفل على السلمون، وعملت على القشر البياض، عملت ال ممكن تعكسيها، مفيش مشاكل أوكي. فيها يعني. تمام. طيب احنا فاضل لنا ايه تاني يا شيف كده؟ هنقطع. نقطع وهتحط في القالب ده؟ لا في الطبق ده. في الطبق ده. امال القالب ده ليه؟ انا جايباه واقفه بيه عشان اخضر عشان النسيم. اوكي. لا هايله. بص حتى ال ده بص ال لا والشيف وجدي عامل لنا الليمون على شكل الباسكت بتاع شم النسيم. الله الله الله. بصي عامله زي ال طب زبده زي السوشي. طب انا عايز اسال حاجه يا شيف. هل كل ما نسيبه اكتر يستوي احسن؟ خلي بالك ان هو ممكن يتهري. انت عايزه الشكل الشرايح ده. دي دي لو دي ترى مش هيعمل شرايح. حلوة قوي. فكرة جميلة. فاضل الإمكان. طبعا يا جماعة ما تجيش النهاردة يعني سكاكين الشيف وجدي كلها سكاكين تقطع الهواء، فيعني لازم يبقى معاكم سكينة حامية وإلا الدنيا مش هتظبط. زي الفل. بص يا ورد. يعني الحاجة ديت أنا يعني مجهزة بقى لي حوالي يومين. تمام. بس اللون اتغير بتاع السامن فعلا. طبعا. يعني حاسس تحس ان هو مستوي. مستوي هو استوى طبعا. طب انت هتستعمله كله في الطبق دوت ولا هتخلي حبه ليه بره اللي راحك؟ ليه انا ونفس الحكايه السمك الثاني اللي هو معمول بالشبت بالظبط بنقطعه نفس الشرايح. ممكن نعملها. حاضر. طب في حاجه ثانيه هنعمل واحد حته من دي عشان نقدم بس الطبق. اوكي. سلام. طريقة حلوة قوي دي برضو قاعدة بقالها يومين. بص مستوية ازاي. لا والتيست كمان هيبقى جميل اكيد ومختلف مع كل المكونات دي لازم تطلع طبعا. حلو. في حاجات كده يا جماعة يعني بص يعني شكلها فعلا زي ما انتم شايفين. انا اتمنى كنت ان في التلفزيون الواحد يقدر ينقل الطعم كل واحد كده يدوس مثلا على الزرار بتاع القناه الثانيه ويطلع له حته. خلي بالك ان دي تقنيه جديده كده. الطبق خلص يا شيف وجدي مش كده؟ تمام. طيب كده احنا اول فاصل معانا في استباحه الورد والفل والياسمين وشم النسيم خلص. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني باطباقنا لشم النسيم احلى واحلى. وما تنسوش الباسكت مستنيكوا لاحلى وصفه لشم النسيم. مستنيينكم احنا كمان بعد الفاصل. ممكن كمان نعلمهم باسكت الليمون. بتاع الليمون. ليمون. بعد الفاصل بقى. بعد الفاصل.